مرحبا للجميع. في أحد الطلاب سألنا عن هذا الإكزامبل حتى نوضح طريقة حله. إن هذا الإكزامبل هو x of t and we are asked to find or to express x of t in term of singularity functions. أول شيء نسأل نفسنا إيش هم singularity functions، نذكرهم. We list the singularity functions اللي هو مثلا u of t unit step function، أوكي okay. unit step function، الimpulse function، أوكي okay. وعندنا مثلا الرامب فانكشن r of t alright، وعندنا الباي اللي هو الريكتانجولار بالس as well. okay these are the singularity basic singularity functions. الان بدنا نعمل express ل x of t in terms of these singularity functions. خلينا نشوف اول شيء هذا الفانكشن بدنا في طريقه السلوب ميثود. سلوب ميثود ايش السلوب ميثود؟ هات نشوف شو السلوب ميثود تحكي. اول شيء بكتب كل جزء بشوف وين الترانزيشنز تحصل عند النقاط اللي فيها ترانزيشنز ماينس 2 ماينس 4 0 4 5، وبطلع على السلوب مثلا قبل ما يصير ترانزيشن. هون كان 0، هون السلوب 1، بطلع المقابل على المجاور 2 على 2 1، هون السلوب 0 بيرجع، هون في كمان عندي ترانزيشن وفي سلوب 0 ماينس 3 سلوب، وهون السلوب بيستمر صفر لأن هذا الفانكشن بيستمر إلى صفر إلى إلى إنفينيتي وصفر إلى ماينس إنفينيتي. طيب إذا باجي بقول كالتالي، هذا الميثود بتقول عند كل ترانزيشن بروح بطرح السلوب الجديد من السلوب القديم، الجديد من القديم. السلوب هون كم؟ واحد ناقص صفر واحد، بما إنه لينير فانكشن أوكي. إذا R إذا واحد السلوب R of T، هذه ال r of t الرامب فانكشن shifted to the left by 4 إذن plus 4 هذا تساوي x of t. أوكي الآن بيضلوا هذا الرامب فانكشن شغال، بعدين صار عندي transition بالسلوب، نقطة انتقال هون transition point، ومن صفر من 1 إلى 0. طيب قلنا السلوب الجديد ناقص السلوب القديم، 0 ناقص 1 ناقص 1. طيب لاني انا بدي الغي رامب فانكشن، بستخدم رامب فانكشن لالغاء الرامب فانكشن اللي شغال. اذا r of t وشفتد تو ذا ليفت باي 2 بلس 2. الان لغيت انه يضل هذا الرامب فانكشن شغال فصار كونستانت، لغيت الرامب فصار كونستانت. طيب كونستانت السلوب تاعه كم؟ صفر. صفر بيستمر قيمته 2، طبعا اكيد قيمته 2 لانه بلش يلغي عند هذه النقطه اللي هي 2. اذا قيمته 2 عند الصفر. هاي بلاقي كمان في عندي transition by 1 increment by 1. السلوب من السلوب نفسه لم يتغير السلوب، اذا بستخدم unit step function. الانسب اني استخدم unit step function. كم قيمته الانكريمنت؟ 1 by u of t لانه مش shifted، اذا ما بحط لا plus something or nor minus something. طيب بيستمر الان صار مجموعه 3 عند نقطة 4 صار في عندي ترانزيشن، صار عندي ترانزيشن من سلوب إلى سلوب من 0 إلى ماينس 3. قلنا السلوب الجديد ناقص السلوب القديم، السلوب الجديد ناقص 3 ناقص 0، بضل عندي إذا بما إنه رامب إذا r of t وشفتد to the left by 4 إذا ماينس 4. الآن بيستمر هذا الرامب فانكشن بيكون هو الدومينانت شغال. عند الخمسة صار في ترانزيشن من سلوب ماينس 3 إلى 0، إذا الجديد ناقص القديم، 0 ناقص ناقص 3 زائد 3، إذا زائد 3 r of t بلس ماينس 5. إذا قلنا بلغي السلوب الرامب حتى أثبته بستخدم كمان رامب فانكشن. إذا استخدمت رامب فانكشن هون ظل استمرت النقطة 0 وبيضل إلى ما لا نهاية 0، وهكذا بكون مثلت أنا مين اللي هو ال x of t. الآن بدي أعمل أنا هنا بدي أعمل تيست بوينت، تيست بوينت أوكي. بعد ما أخلص تيست بوينت بدي أسأل نفسي، لو قلت أنا كم قيمة x of 5، كم قيمة x of 5؟ طبعا هي لازم تكون صفر أوكي، لازم تكون صفر. الآن بعمل تيست، كيف بعمل عليها تيست؟ باجي بعوض في هذا اللي أنا بقول إنه هذا يساوي x of t، بعوض هنا. إذا r of 5 زائد 4 ناقص r of 5 زائد 2 زائد u of 5 ناقص 3 r of 5 ناقص 4 5 ناقص 4 اوكي 5 ناقص 4 ووصلنا اللي هو بلس 3
r 5 ناقص 5، هاتوا نعوض قيم الرام فانكشن. اذا r of 9 لو رحت عوضتها في الرام فانكشن r of t يساوي t for t greater than 0 و 0 for t less than 0. اذا r of 9 تساوي 9، اذا هون تساوي 9. طيب r of 5 r of 7 ناقص 7 u of 5 ال u of t يساوي 1 for t greater than 0 0 t less than 0. اذا u of 5 يساوي 1 اوكي بلس 1 ناقص 3 في r of 1 r of 1 1 اذا ناقص 3 في 1 زائد 3 في 0. لو جمعت هاي 7 ناقص 9 2 زائد 1 3 ناقص 3 ويساوي 0. إذن test is done verified and you can take another point حتى تتأكد إنه هذا الفانكشن اللي أنت هون جيت عبرت عنه أوكي اللي قلت أنت بقدر أنا أفك x of t لهذا السم بقدر أعمل له test point وأتأكد إنه is done. وشكرا لمتابعتكم. تمام، يعطيكم العافية، السلام عليكم.